ووصفة النهاردة هي التفاحية. عندنا لحم ضاني مكعبات، عندنا تفاح مكعبات، عندنا المرق اللي هنسلق فيه اللحمة، وعندنا خل، سكر، نشا، توابل مشكلة، ملح، فلفل، جنزبيل بودرة، نعناع مجفف، زعفران بودرة، ولوز أنصاف. أوكي، اللحمة احنا اوريدي علشان طبعا الوقت سلقناها في مية، وطبعا ده كده المرق، ده مرق اللحمة اللي احنا هنستعمله. هحط شوية زيت وهاخد اللحمة اللي سلقناها واحطها في الزيت علشان تتحمر. عايزينها تتحمر تاخد لون حلو. ولحد ما تبتدي تتحمر وتاخد وقتها هحط المية، النشا والسكر. السكر ما نزودش، احنا عايزين بس يديها طعم مسكر بسيط، بس مش عايزينها تبقى مسكرة زيادة عن اللزوم. هزود المية شوية. سيبه بس هنا جاهز كده علشان لما احتاج له اقدر اضيفه على طول. نشوف اللحمة. اوكي، ابتدت تاخد لون. ودلوقتي هضيف لها التفاح، وبرضو عايزة احمر التفاح معاها شوية. ودلوقتي هبتدي احط شوية من المرقة اللي حضرنا فيها. وعندي مرقة زيادة لو احتجت ان انا ازود. ودلوقتي هحط خليط الخل والنشا والسكر. ونشوف، لا متهيألي هحتاج جزء تاني من المرق. و بعد ما حطيت الخل والنشا والسكر هنحط بقية التوابل اللي عندنا. جنزبيل، ملح، فلفل، زعفران، وكمون، ونقلبهم مع بعض. الزعفران طبعا بيدي الطبق لون جميل. واحنا عايزين يبقى فيه شوية صوص بس ما يبقاش خفيف كده، مظبوط. والصوص قوامه حلو. هشيله دلوقتي من على النار وابتدي اكسر فيه اللوز وممكن نحط شوية كمان وهنقلبهم كلهم مع بعض. ودلوقتي نبتدي نغرف